من جديد متتبعي قناة شوفتي، من خلال هذه المباشر توصلنا يعني بمعطيات تهم يعني ولا تخص يعني العثور على جثة شاب الذي يبلغ من العمر 26 سنة وسط منزل مهجور بدرب يعني شمعون المعروف يعني بحي السلام أو الملاح بمدينة مراكش. يعني كانت واحد حالة الاستنفار كبيرة في صفوف يعني السلطة المحلية على رأسهم قائد قيادة الباهية وكذلك أعوان السلطة والقوى المساعدة، بالإضافة إلى المصالح ديال الدائرة الرابعة يعني المصالح الأمنية ديال الدائرة الرابعة اللي كانوا يعني في جولة من أجل فرض حالة الطوارئ الصحية أو الحجر الصحي بناء على مذكرة ديال وزارة الداخلية. إذا على العموم المعطيات اللي توصلنا لها يعني الآن خصوص يعني الجثة ديال هذاك الشاب في اليوم الثالث من يوم من رمضان، يعني وحنا في هذا الشهر الفضيل يعني تم العثور قبل قليل يعني بعد الإفطار من يومه الاثنين 27 أبريل الجاري الموافق لليوم الثالث يعني من شهر رمضان الكريم على جثة شاب هامدة بحي الملاح أو حي السلام المعروف يعني بالمدينة العتيقة بمدينة مراكش. الشاب اللي تبلغ يعني من العمر 26 سنة تم العثور عليه يعني جثة هامدة وسط منزل مهجور بضرب شمعون، يعني والشاب اللي كان يعني تعيش واحد حالة تشرد يعني بالحي. كانت المصالح يعني السلطة المحلية على رأسهم قائد قيادة الباهية ويعني والأعوان السلطة والقوات المساعدة، بالإضافة إلى المصالح الأمنية التابعة يعني في الدائرة الرابعة التابعة لولاية أمن مراكش، كانوا في يعني جولة لفرض حالة الطوارئ على المواطنين يعني الطوارئ الصحية. فتفاجؤوا بهذاك الشاب اللي تعيش حالة التشرد واللي تبلغ من العمر 26 سنة جثة هامدة. يعني هو كما معلوم ومعتاد أنه تم فتح تحقيق على وجه السرعة من طرف السلطات والمصالح الأمنية من أجل الوقوف على ظروف وملابسات يعني الواقعة بعد العثور على هذا الشاب اللي تعيش حالة تشرد كما سبق وذكرت متتبع قناة شوف تي في. يعني النيابة العامة وكيل الملك بالمحكمة يعني اللي أعطى الأوامر ديالو بالنقل جثة الشاب يعني يعني الأبواب مراكش من أجل يعني إخضاع التشريح الطبي للوقوف على ملابسة ظروف وملابسة يعني الوفاة. هذا ما يخص يعني المعطيات اللي توصلنا لها لحدود هذه الساعة بخصوص هذه الواقعة. هذه يعني النيابة العامة يعني الخاصة أو الوكيل الملك عطى التعليمات ديالو بنقل جثة هذاك الشاب اللي بلغ من العمر 26 سنة يعني من أجل الإخضاع للتشريح الطبي في لامورغ للوقوف على ظروف وملابسات يعني وفاة هذا الشاب اللي يعني تبلغ من العمر 26 سنة واللي تعيش حالة تشرد. وهو معتاد اللي كما معروف يعني بالنسبة للمتتبعين وخصوصا الناس ديال مدينة مراكش على العموم تعرفوا يعني الأحياء القديمة والمدينة القديمة، تعرفوا بأنه حي الملاح أو حي السلام يعني مدينة مراكش يعني تيأم يعني في مجموعة ديال الشباب المتشردين وكان منازل كثيرة تمايا. يعني واحد الجمعية ديال البركة إدمان يعني قام بواحد المجهود كبير من أجل يعني إدماج هاد الأطفال وإخراجهم من هذه الوضعية التي يعيشوها يعني حالة التشرد ويعني الإدمان على جميع الممنوعات. تنعرفوا بأنه هذاك الحي يعني تضم واحد المجموعة ديال الشباب اللي في هذه الظرفية يعني، وتنعرفوا احنا في هذا الشهر الفضيل وحنا في حالة الطوارئ والحجر الصحي. يعني هاد الاطفال اللي كانت واحد يعني قامت السلطه هنايا على راسهم والي جهه مراكش اسف وعامل عماله مراكش انه قام بجمع هاد الشباب داخل يعني المركز الصحي عفوا يعني بالمدينه العتيقه الايواء ديالهم تقريبا شي كان من قبل انه يعني توفير 65 سرير للأفارقة والشباب اللي تعيشوا حالة التشرد واللي قدروا أنهم ينقلوا هذه العدوى
يعني بطبيعة الحال ما بيناتهم، يعني ما بين هاد الأطفال اللي تعيشوا حالة التشرد أو الأفارقة تاعهم بطبيعة الحال، اللي هما يعني تبقوا واحد نقطة استفهام مدينة مراكش. تنشوفوا أنه خصوصا أمام يعني الكدية لا سبقنا ذكرنا، يعني غادي نحاولوا نغطيو هذه المسألة هذه. يعني تنشوفوا الأفارقة يعني في حي الشتوي، وبالضبط ما بين في الحي الكدية اللي معروف اللي قريب من جيليز، هذا واحد المجموعة ديال الأفارقة تيخرجوا يعني للشارع وتبقاو توقفوا السيارات باش يطلبوا يعني الأكل أو المبالغ مالية للناس باش انهم يقتنيوا، مع ان هذاك التكتل تيكون عندهم كبير ما بين القشاري، معروفه واحد الشارع ما بين القشاري ودول الكديه، يعني واحد الشارع تيعرف واحد التكتل كبير ديال الافارقه، وهذه نقطه سوداء يقدر تشكل مع المستقبل خطر بالنسبه للناس كلهم. كما سبق وذكرت، على العموم كما يعني كما المعلومات اللي توفرنا عليها لحدود الساعة، أنه المصالح الأمنية بالدائرة الرابعة التابعة لولاية أمن مراكش، بالإضافة إلى قائد قيادة الباهية والأعوان السلطة وكذلك القوات المساعدة، يعني كانوا في جولة من أجل فرض حالة الطوارئ الصحية على المواطنين بالحي، يعني يعني بمقاطعة الباهية، فإذا بهم عثروا على واحد الشاب من يومه يعني بعد الإفطار يومه الاثنين 27 أبريل الجاري، يعني اليوم الثالث من رمضان، على يعني تم العثور على جثة الشاب بالمدينة العتيقة، يعني اللي تبلغ من العمر 26 سنة، وهو اللي تعيش كذلك حالة تشرد داخل درب شمعون، منزل مهجور يعني تم في حي ملاح أو حي السلام داخل المدينة العتيقة. بطبيعة الحال يعني المصالح الأمنية بالدائرة الرابعة، بالإضافة إلى السلطات بقيادة الباهية، الملحقة الإدارية لقيادة الباهية، اللي فتحوا تحقيق من أجل الوقوف على ظروف وملابسة الواقعة، في حين تم نقل جثة الهالك أو الشاب اللي تعيش حالة تشرد إلى مستودع الأموات من أجل الإخضاع للتشريح الطبي للوقوف على ملابسات وظروف يعني ظروف وملابسات يعني الوفاة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة يعني بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش. إذا هذا ما يخص الناس تذكروش كل اللي مات شاب عنده 26 سنة داخل منزل مهجور بدرب شمعون، تعيش على التشرد بهذاك الحي، وتنعرفوا بأنه يعني مجموعة ديال الشباب اللي تعيشوا حالة التشرد، رغم المجهودات اللي قاموا بها السلطات من أجل إيواء هاد الشباب اللي تعيشوا حالة التشرد والشابات اللي تعيشوا حالة التشرد، يعني ومع ذلك رغم انه المجلس الجامعي بمدينه مراكش وفر يعني المركز الصحي اللي في المدينه يعني القديم من اجل ايواء الشباب اللي تعيشوا حاله التشرد، وخام داك الشيء كاين انفلاتات، يعني كاين بعض الشباب اللي تعيشوا حاله التشرد يعني تقتنوا داخل منازل مهجوره، والنتيجه هو اليوم انه هذا الشاب اللي يلقى الحذف ديالو، ربما الظروف ربما من البرد، يعني كان هذه الايام يعني الطقس بارد بمدينه مراكش خصوصا في المساء، ربما انه يعني انه تعاطى بشكل كبير هذيك الممنوعات اللي تيتعاطاو لها، فبالتالي كان السبب ديالو ديال الوفاه. يعني ما عندناش شي معلومات اضافيه او كثيره بخصوص يعني الحادث، يعني واش انه الممنوعات كان سبب، او انه يعني سبب الوفاة كان يعني عرضي، يعني كان بفعل فاعل. احنا ما زلنا يعني ننتظر يعني معلومات اضافيه باش اننا نوفيكم بها متتبعي ديال قناه شوف تي من خلال المباشر. اذا على العموم المعلومات اللي تم توفروا عليها لحدود هذه الساعه وهذه الدقيقه، يعني بعد الافطار، يعني تم العثور على يومه الاثنين 27 ابريل الجاري الموافق لليوم الثالث من رمضان، على جثة شاب يعني تبلغ من العمر 26 سنة بحي الملاح او حي السلام المعروف حي السلام، يعني وسط منزل مهجور بدرب شمعون اللي معروف داخل حي الملاح. المصالح الامنية اللي كانت في جولة يعني من اجل فرض حالة الطوارئ الصحية على المواطنين، يعني تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة
كذلك من أجل فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة ديال هذا الشاب، وفي انتظار إن شاء الله أننا مزيد من المعلومات في هذا الإطار. يعني إن شاء الله غادي نوافيكم مزيد من المعطيات في هذا الإطار. الوفاة ماشي في سيدي يوسف بن علي، تنشوف واحد الأخت يعني تقول بأن راه في سيدي يوسف، الوفاة ليست في سيدي يوسف، هي الوفاة كاينة في حي السلام أو حي الملاح، يعني حي الملاح بالمدينة العتيقة، يعني ماشي سيدي يوسف. المعلومات اللي متداولة حتى المواقع المحلية هنا بمدينة مراكش، يعني الوفاة كاينة في حي السلام معروف بحي الملاح بالمدينة العتيقة، يعني الملاح راه معروف بدرب شمعون. إذا دي المعطيات اللي توفرنا عليها بخصوص هاد الشاب اللي تبلغ من العمر 26 سنة واللي تعيش حالة تشرد بداخل منزل مهجور، راه تم النقل ديالو لمستودع الأموات من أجل إخضاعه للتشريح الطبي للوقوف على ظروف وملابسات الحادثة. إذا على العموم شكرا لكم متتبعي قناة شوف تيفي من خلال المباشر، تحياتي لكم، نتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية. شكرا دائما على الوفاء ديالكم والإخلاص ديالكم الجميع المباشر تقوم به على مستوى الوطن. تحياتي لكم دائما، قناة شوف تيفي دائما في خدمة الشعب وخدمة يعني المعلومة، أن نوصل لكم معلومة بعين المكان أو نوفر لكم معطيات من خلال أي مباشر تقوم به من أي مكان تتواجد فيه يعني الطاقم الصحفي بمدينة بالمغرب على صفة على العموم. إذا شكرا لكم، تحياتي لكم، نتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، وشكرا لكم على هذا التتبع من خلال هذه المباشر. تحياتي لكم، شكرا على الوفاء ديالكم.